عبدي بذكر الله علام الأسرار واكتب بيوت الشعر واطلق بحوره والعين تدمع جاتي وتروح الأفكار والقلب كان مشعل حمد راعي الدار القاخ طاب اليوم وضح صدوره أعلن صراح قال من غير تكرار والنفس تلهج بالدعاء توكل بالله النافع الضار ياخذ تميم الحكم في كل صورة واليوم أنا منكم وفيكم لا أختار أنتم لها المصام وللسيف بالتار فيكم قطر تبقى عزيزة وفخورة يا حصد تميم المجد في كل مضمار يا سيدي مشكور يا الوالد البار أمرك بدين عاد من غير ثورة وإن عاهدك يا شيخنا صغار وكبار ندعي له التوفيق بدار